تدبري ميزانية بيتك؟ والله الحاجة غالية جدا ومش عارفين نعمل ايه، بس الواحد بيحاول يجي على نفسه كتير عشان خاطر العيال الصغيرة اللي طالعة دي. ازاي بتدبريها طيب؟ يعني بنحاول نوفر، يعني مش بنيجي على نفسنا وما نجيبش الحاجات اللي احنا محتاجينها كلها، بنأثر فيها. بدل ما كنت بتجيبي مثلا كيلو من حاجة تجيبي نص كيلو، تجيبي ربع كيلو، على قد ما تمشي هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ يا اما مش هجيبي خالص، هتعوضي بقى. كيلو العدس بقى ب 35 جنيه النهاردة، الناس مين هياكلوا منين يا حبيبتي؟ الناس هياكلوا منين؟ هيجيبوا من الفقير كانت اكلته هي العدس والفول والحاجات دي، دلوقتي ما فيش حتى العدس مش عارف يجيبه. انا كست بيت بمشي واحدة واحدة، يعني بدل ما اجيب كيلو هجيب نص كيلو، بدل ما مثلا النهاردة هجيب فرخة وأكلها في يوم، لا هقسمها قطع وكل عيل ياخد حتة صغيرة أحسن مما فيش. بطرق سهلة جدا، في بدائل كتير جدا، في بدائل للحوم للخضار لأي حاجة، مش لازم الواحد يشبث بحاجة معينة. حتى السكر له بديل، إن أنا أحلي بالعسل أقلل حتى تبقى دايت، ما فيهاش مشكلة خالص. لازم الإنسان يكون بسيط كده، متفاعل مع أي حاجة، ما يعملهاش عقدة يعني.